يا حسام مساء الخير. مساء الخير هبه، كل سنه وانت طيبه الاول. وانت طيب والف خير. كل سنه وكل المصريين بالف خير وصحه وسلامه والامه العربيه والاسلاميه. ولازم نبدا حلقتنا باللهم صل على محمد، ولازم نقول كمان ونبارك ونهني كل الناس. طبعا زي ما انت قلتي الايام دي كلها ايام فيها اجواء احتفاليه مبهجه، بنستمر فيها كمان النهارده مع ذكرى سيد الخلق. والنهارده ان شاء الله هيكون عندنا مجموعه من الفقرات المختلفه، وهيبقى يوم ان شاء الله مليء بالفرح. يعني النهارده كانها يعني زي ما بنقول حلقه خاصه جدا، وكانها حلقه في حب النبي عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه اجمعين. بنفتكر مع حضراتكم مواقف، ويعني هنقف قدام سيره الرسول اللي كان صاحب رساله انسانيه كبيره تاثر بها العالم اجمع، وبنتوقف عند مواقفه وتعاملاته مع الناس، ونشوف بقى كيف لنا ان نعود لايام القدوه الجميله وما احوجنا لهذه القدوه النهارده. وبالمناسبه دي حابه اسال حسام بقى، يعني ذكرياتك ايه مع مولد النبي والاحتفالات انا بحب ذكرى مولد النبي جدا جدا من زمان. وكمان لو تفتكري زمان كان في حتى في مولد النبي كان بتخرج بعض المسيرات كمان من الطرق الصوفيه، سواء في الحسين او في بعض المشاهد او الاضرحه، كنت بحب اروح احضر الحاجات دي. ده غير طبعا حلاوه المولد، والمصريين طبعا طول عمر اعيادهم ومناسباتهم الدينيه مرتبطه بالموسيقى والانشاد باشكاله المختلفه، ومرتبطه كمان بالاكل. انا يمكن بحب جزء الاكل اكتر. انا بقى جزء الموسيقى، يعني استكمالا للفكره اللي انت بتقولها، يمكن من ضمن الافكار اللي هي ممكن ما تكونش شائعه قوي او ناس ممكن ما تركزش فيها كتير، العلاقه الوثيقه والقريبه بين الموسيقى والدين. وبالمناسبه الفكره دي ليها يعني جذور في التاريخ. لو رجعنا لاقدم الحضارات، الروم والفرس والاشوريين، وحتى الحضاره الفرعونيه كمان كان ليها التراتيل الجنائزيه، وصولا بقى للعهد الاسلامي طلع البدر علينا. وحتى في أحد الروايات يعني كان بيقال أنه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما وصل المدينة تم استقباله بالدف وبالأغاني وبالمزيكا. ففكرة ممكن تكون مش شائعة بس فعلا مهمة، وبترجعنا لفكرة الإنشاد الديني وعلاقته الحياة في حياتنا وفي التاريخ. عشان كده دايما بنقول أن يوم المولد النبوي دايما مرتبط بفكرة الفرح، لأن كل تفاصيله دائما ما كانت مفرحة منذ قديم الأزل وحتى الآن. ويمكن اللي يخوض كمان في السير الشعبية وفي التجارب التاريخية لمصر عشان يعرف أهمية المولد النبوي عبر عصور مختلفة وتأثيراته قد إيه، يمكن حتى بعد انقضاء العهد الفاطمي اللي كان فيه اختراع لفكرة حلاوة المولد وكده. لكن مثلا لو تيجي تشوف الجبرتي مثلا في حديثه طبعا وفي تأريخه وأثناء الحملة الفرنسية، كان بيقول لما كانوا الفرنسيين بيحبوا تقربوا المصريين كانوا بيجوا يوم المولد النبوي يصرفوا 300 ريال فرنسي ويقيموا السرادقات ويعملوا الألعاب النارية، لأنه عارفين عظمة هذا اليوم. فكان في مخيلتهم أنه لما يحتفلوا بالمولد النبوي، وكان الفرنسيين كمان أعضاء الحملة الفرنسية نفسهم بينزلوا يحتفلوا أحيانا بهذا اليوم، يعني في محاولة للتقرب للمصريين. ومرة قال لك أنه هو نابليون بونابرت بعد 300 ريال فرنسي للشيخ البكري عشان يقيم احتفالات المولد النبوي في سنة من السنين اللي كان فيها الحال ضيقة. دي قصة محدش يعرفها كتير على فكرة، وبرضو بتردني حاجة مهمة جدا، ان احنا يعني كمصريين دايما الاحتفالات عندنا ليها شكل تاني طبعا. وليها طعم تاني، ويمكن هو نفس المناسبة لكن في مصر ليها احساس مختلف، وحرص المصريين ان هم يحتفلوا ويتبسطوا وياكلوا اكلات مميزة في كل عيد. ده الحقيقة ما بنشوفوش في دول كتير. وانا واحده مثلا من الناس، وانت بتتكلم عن ذكرياتك مع مولد النبي، كنت عايشه فتره من حياتي بره مصر وما كانش فيه الاحتفال بمولد النبي بالشكل ده، وكان بيمر زيه زي اي مناسبه بشكل يعني عادي. فاحنا بنحب ده في مصر، وبنحب فكره الاحتفال، وبنحب فكره ان احنا بندي خصوصيه لكل مناسبه وكل يوم، وبيعني لينا كتير يا حسام. بالتاكيد، وحتى شكل الاحتفال بيتطور عبر السنين وبيختلف، لكن بتظل الاصل في كل الاحتفالات هي رغبة الشعب المصري في الفرح في هذا اليوم ابتهاجا بالمولد النبوي. حتى في أيام الملكية كان بيقدم السرادق الملكي، وأحيانا كان بيتم استعراض الجيش فيما يسمى صحراء قايتباي. يعني كل التفاصيل بتاعت هذا اليوم على مر العصور مبهرة بالنسبة للمصريين، وأعتقد أن واجبنا أن احنا نستمر في أحياء هذا التراث. وكمان في نفس الوقت والأهم والأبرز بقى من الاحتفالات ومن الأشكال الاحتفالية ومن الأكل، رغم أننا من محبين
الملبن او عين الجمل ده بيتخن بيتخن. انا لازم برضه اقول لكم بيتخن، فتاخدوا بالكم. بس طبعا بيتخن وساعات مش صحي، او ساعات كمان يعني ده من ضمن الاخبار. لا ما احنا استثناءات بقى، كنا بندردش مش كل يوم فيها في مولد. برضه في فكره الحلويات المغشوشه اليومين دول، فالناس برضه تنتبه. وبالمناسبه احنا برضه قايمين بشغل مهم في الحته دي، الحكومه رصدت بحاجات كتير وناس كتير وتجار كتير بيبيعوا الحلاوه المغشوشه، واللي يعني مضره طبعا. ومهم ان احنا كمان ننتبه للقصه دي، وما نبقاش بس همنا ان احنا ناكل. ايوه طبعا. انا عارف انت بتمشي على الدايت بحذافير، وطبعا احنا فيش الكلام ده.